ساتحدث كشهاده مختصره ومبتذله عن صديق العمر الاستاذ الفاضل صديقي الفرجي كما لا يعرفه الكثيرون. معكم الاستاذ محمد رزاق، ربما لا يعرفه الكثيرون هنا، يعني في الشعر، في النقد، في الروايه، في الكتابه، في ماستر، في الدكتوراه، في محاضرات، محاضرات على مستوى كلية الأداب بمرتين وبالقاضي عياض بمراكش، وقراءات نقدية داخل وخارج المغرب. أعرف بنفسي لأنني ببساطة تلميذ هذا المحتفى به، هذا الأستاذ الفاضل سيدي حميد فرجي. وإذا كان من المفروض أن أشكر الطاقم الإذاعي والتربوي للمعهد الوطني للموسيقى والسيد أحمد أشرقي المدير للمركز الثقافي على تضمين وعلى تواجد هذه العلاقة من أجل أن نحتفي اليوم برجل وهب نفسه لتلقين الذوق وتطويره للناشئة، فإن هذا لا يمكن أن ينسينا في جانب آخر من رجل قدم طوال حياته وأعطى للناشئة لهذه المدينة. أي إن الواجب أن تستيقظ وأن تقف هذه المدينة احتراما لهذا الإطار الذي كان دائما يسعى إلى التطوير وإلى التجميل وإلى الرقي بالذوق العلمي والفني لناشئتنا ولأبنائنا. ولكن لا أطيل، فلربما والف ظلاله كنت واحدا من الذين استظلوا بها. فإذا كان هذا العبد الضعيف الذي أمامكم الآن يلقي محاضرات في كليات وفي دول، فكما قلت قبل قليل الفضل يعود إليه، لأنني لما كنت تلميذا ندرس سويا في مدرسة عقبة من نافع كنت قد خرجت من المدرسة وهو الذي أعادني، فلولاه ما كانت هذه المسيرة يمكن أن تكون بهذه الشاكلة، الله رغم مسيرة ربما يقول عنها بعض أصدقائي أنها مشرفة. كما كان دائما سيدي أحمد فرجي ونحن تلاميذ في عقبة بن نافع لم يكن من التلاميذ الذين يقبلون بأواسط النتائج، وإنما كان هو أولنا، كانت مرتبته دائما عن طوال تعليمنا يكون دائما هو الأول ونحن نكون وأنا من بين الذين نكون خلفه. سيدي أحمد فرجي هو نبتة أو زرع من نبتة طيبة لوالدين طيبين، مع عائشة الله يرحمها السيدة الحكيمة الحنونة، بفرجي رجل أسمر نقي العفيف الذي أحب الناس فأحبته المدينة. هذا الرجل لم يقف بالنسبة لي عند حدود أنه يعيدني للمدرسة، ولكنه نفق علي من أجل أن أتمم دراستي، فكان يشتري ويقتني لي كتب، بل أكثر من ذلك كان يقتني لي المنزل في مدينة مرسين من أجل أن أتمم دراستي في الكلية. وإني وإن أعترف بهذه الخصال الجميلة النبيلة لهذا الإنسان، فوارف معرفته ورزانة شخصيته وطيب أخلاقه كانت دائما حاضرة مع تلامذته، فالمئات من المتخرجين لهم مستويات جيدة جاءوا من فضل هذا الرجل وهذا الأستاذ الفاضل. إذا أشكر مرة أخرى كل من شارك ومن